السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا لكم، شكرا لجميع المشتركين والقدام والجداد اللي معي في القناة، تشكركم. شكرا على التعليق اللي تتركوا لي اللي زوينة بزاف، بارك الله فيكم والله يجازيكم الخير. اللي مجينا لهذه البلاصة هذا واحد النادي فكرني بحال داير بحال ملاعب القرب اللي عندنا في المغرب، أكثر هي في مراكش، حيت أنا كنت في مراكش عند أختي وتمشي ليهم بحالهم. نادي زويون هنايا، بس حنا عندنا في المغرب دخل بلا فلوس، هنايا تيخلصوا واحد القدر من المال وتدخلي. هنا حنا دابا راحنا في قلب ديك، هما نسيت سميتو النادي، زوين بزاف، دايرين فيه الورد، دايرين فيه واحد المكان زميل بزاف فيه الراحة. نخليكم تشاهدوا هذا الفيديو، ما تنساوش تدعموني بلايك واشتراك والضغط على زر الجرس فضلا وليس امرا. وبارك الله فيكم. هذا النادي كي قلت لكم زوين بزاف وكبير ما شاء الله، ما قدرتش نصور فيه، في بزاف ديال البلايص، ولكن صورت غير تقريبا غير النص ديالو. ما شاء الله بالكبر ديالو، كان عامر من الداخل. جيت لهنايا لهاد البلاصه دي تنصور لكم داخل، عمر بالناس بزاف. جيت هنا لهاد المكان هنا تنصور في الوسط ديالو. وكاين الريح، كاين جو زويون بزاف. كي قلت لكم واحد النادي اللي هو غزال بزاف بزاف، وتدخلوا لداخل الناس تجي معها الماكلة ديالها، كل اللي تما كان تيشري الماكلة عند على حسب كل واحد اللي تيجي ماكلتو اللي تياخدها من عندهم تما. اللي تكلت بحال بالنسبة لنادينا مشي نحنا كامل، مشيت انا والويسي وكلشي، كل واحد شنو جاب، اللي جاب القهوة، اللي جاب اتاي، كل واحد يعني شنو جاب، كل واحد شنو ودا معاه، مشينا باش نجلسو تما كامل. نخليكم تستمتعوا بالفيديو وتشوفوه، وشكرا لكم بزاف. لهون بابا علي يا مين يا مين لهون Thank you.
وقفت مره ثانيه. هون هون عند الضوء، عند الضوء يا عمي والله، هون عند الضوء. طلع عليه، طلع عليه. لهون بابا ابي يا مين يا مين لهون. صعب.